في الوقت الذي تشير فيه آخر الأخبار إلى قرب إبرام الاتحاديات الجزائرية لكرة القدم صفقة مع شركة أديداس الألمانية لتمويل المنتخب الوطني بالعتاد الرياضي، طرأت مستجدات جديدة تتعلق باعتزام شركة إمبرو دخول المنافسة لتمويل الخضر بالعتاد الرياضي. وفق ما أكده مسؤول التسويق والاستراتيجية لشركة إمبرو المعتمد بالجزائر محمد بريش في تصريحات أدلى بها ليومية الهداف، هذا الأخير أكد أن الشركة تعتزم فتح مصنع لإنتاج الألبسة الرياضية لعلامتي إمبرو ونايك في آفاق 2017، معربا عن أمله الكبير في التوصل إلى اتفاق نهائي مع الرجل الأول في الاتحادية لخلافة شركة بيما، متعهدا بتوفير ألبسة وعتاد رياضي بجودة عالية وفق المعايير العالمية.